جزاكم الله خيرا. بعض الناس إذا تأخر عن أداء صلاة الفجر في وقتها حتى تطلع الشمس، ثم بعد قيامه رجع إلى النوم مرة أخرى وقال: بما أن الوقت قد مضى فإنه لا خير في تأخير الصلاة، حتى عبارة غير مفهومة، حتى أنهض من نومي. أرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. كأنه يقول ما دام مضى أول الوقت فإنه يريد أن يستمر في النوم، هذا حرام عليه ولا يجوز. لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها والاشتغال عنها بنوم أو غيره، فإذا أخرجها عن وقتها متعمدا فإنها لا تصح منه. بعض العلماء يرى أنه يكفر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقضاء في حق من نام أو نسي، نام بغير اختياره، غلبه النوم وهو يريد القيام لكن غلبه النوم ولم يستيقظ، فهذا هو المعذور. أما إنسان يتعمد النوم ويقول النوم عذر، فهذا ليس بعذر، لأنه تعمده وأراد تأخير الصلاة عن وقتها وإخراجها عن وقتها، فهذا غير معذور ولا تصح منه صلاته، لأنه تعمد إخراجها عن وقتها، والصلاة قد جعل الله لها وقتا حدده سبحانه وتعالى، لا يجوز إخراجها عنه إلا من عذر شرعي، من نوم غلب على الإنسان بغير اختياره، أو سفر يريد الجمع بين الصلاتين، فلا بأس. نعم.